والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله الله الله. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الله 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 الله. تفضل شيخ عمر سلمي. تفضل. أنا كنت يعني يا شيخ من قوة اللي عجبني الأداء. نعم. راني جعلك تسبح في عالم آخر. والله العظيم. في عالم المعاني. ونحن الآن نجيب من ينكرون علينا المقامات. أبدا. نقول لهم بأن الآن إحنا ما نش في المقامات. نحن في ملكوت الله. لا إله إلا. تبع أنت واحد راه مع ربي سبحانه. نعم. تقدر توصل لها؟ لا أبدا. راه مع الله. نسى المقامات. أنا نسيت لا قرأ أبيت أو نهوان. وإنما مشيت مع الآيات. وصف الآيات كان جميلا. ألم يجدك يتيما فآوى. نتواصل في هذا العرض. لا إله إلا الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين. ما شاء الله عليك. أعيديها لوحدك بالشكل الذي سمعناه على صفحات اليوتيوب. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله الله الله. ما شاء الله عليك. ألف تحية. عبد الرحمن. نعم. أقرأها كما شئت. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. لاحظت يا دكتور ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ كيف فعل في أحد عشر؟ تحسبها يعني. ما شاء الله. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا سلام. قال يا بني. قال يا بني لا تقصص رؤياك على
أكمل عبد الرحمن. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا سلام يا سلام يا سلام. وكذلك في مقام السيكا كنا في الرصد. أيوة. وكذلك ما هذا المقام؟ السيكا يا أستاذ. سلام على السيكا. وكذلك يا جت مريم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى المقامات يا سيدي. من قال بأن مركزها في مصر فقط؟ الجزائر. لا، في الجزائر. في الجزائر. الجزائر. ألف تحية لأستاذ. الله يسلمك. الله إن شاء الله عليك. ما شاء الله. شكرا لك مريم على الحضور معنا في نهائي مزامير داوود. شكرا على تلبية الدعوة. نتمنى لك التوفيق في مشوارك القرآني، وشكرا لعبد الرحمن صيد على هذا الأداء الماتع. خذي معك يا عبد الرحمن. إذن مشاهدي الكرام.